وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بقية المواضيع. مهاجم الاتفاق عبد الله السالم تحدث عن جودة اللاعب السعودي ومدى الاستفادة من اللاعب المحترف، وعن موسم الاتفاق بشكل عام، وعن مستوى الشخصي، والمزيد من التفاصيل في لقاء أجراه طلال الغامدي. نتابع. ألا تتفق معي أن الدوري السعودي ينقص اللاعب السعودي الهداف إلى الآن؟ شاهد كلهم أجانب. والله شوف، بالنسبة لي في لاعبين سعوديين كثير يملكون الجودة، ولكن المهاجم يحتاج إلى وقت، يحتاج باستمرار يلعب. في ظل عدد الأجانب الموجودين صعب جدا بحجم جودة اللاعبين، خلينا نقول يعني في لاعبين على مستوى عالي يلعبون وياخذوا فرصتهم الكامله، حتى لو كانوا يعني اللاعب الاجنبي بياخذ فرصته كامله اكثر من اللاعب السعودي، وهذا واقع. يعني سواء المدرب جاب هذا اللاعب او الاداره جابت هذا اللاعب، فراح يلعب لين ما ياخذ فرصته، عكس اللاعب السعودي اللي انا اشوفه ان فرصته دائما تكون اقل. يعني أنا شفت في المنتخب السعودي الآن الكل يقول أن اللاعب الأجنبي فاد وطور اللاعب السعودي، إيش رأيك في هذا الكلام؟ أتفق معك، يعني أنا شخصيا استفدت، يعني خصوصا تجربتي في النصر أو في الفيحة أو حتى الآن في الاتفاق. يعتمد طبعا على جودة اللاعب، إذا كان جودة اللاعب كويسة ولاعب كويس طبيعي أنك تستفيد منه، ولكن يعني الشيء سيء لو كان العكس صحيح، اللاعب الأجنبي لا يقدم الإضافة. اللاعبين السعوديين حتى الآن في مهاجمين على مستوى عالي، عبد الله حمدان، صالح الشهري، حتى فراس أو الصيعري، خايف أذكر أحد وأنسى أحد، بس أنا أشوف أن كلهم، أو هزاع مثلا، يعني أنا شخصيا من أفضل اللاعبين عندي المهاجمين هزاع. ف يعني اللاعب السعودي يمتلك الجودة لكن يفقد الاستمرارية في هذا الوقت. نادي الاتفاق الحين أحيانا يوصل دور الأربعة، أحيانا ينزل من الأربعة، أحيانا تحس انه بيحقق مركز، تذبذب كبير في مستوى الاتفاق، ايش السبب؟ والله شوف، بحكم انا هذه السنه موجود يعني من البدايه، تذبذب هذا صاير في كل الانديه ذا الموسم. ممكن الاعداد عامل فرق، خصوصا ان بين الموسم الماضي والموسم الحالي ما كان في اعداد جيد، يعني بحكم الكورونا وتاخر الموسم الماضي. ولكن احنا نملك فريق جيد قادرين على المنافسه، ويعني التذبذب هذا اللي فينا يعني انا اشوفه من يعني يتعلق فينا احنا كلاعبين، يعني لدينا الانسجام والتناغم من الموسم الماضي، فمن المفترض ما يكون في هذا التذبذب اللي حاصل معنا. نقدر نأجلها الموسم الجاي، ممكن الاتفاق يكون افضل واكثر جاهزيه. والله شوف، احنا باقي مباريات في هذا الموسم، لازم نختم بافضل طريقه ممكنه وناخذ اعلى عدد من النقاط، وبناء على عدد النقاط نبني على الموسم القادم ان شاء الله. على المستوى الشخصي أنت ما برست كثير، لك لمساتك بس ما برست كثير، ليش؟ والله شوف، صحيح بالنسبة لي يعني أنا لعبت في فترة من فترات الدور الأول في مركز المهاجم، يعني يمكن أنا مركزي الأساسي مهاجم ثاني وخلف المهاجم، فهذا التغيير اللي قاعد ألعب فيه أعتقد هو اللي أثر علي في مستواي نوعا ما، ولكن أنا أبدا لا أتذمر أو أحط أعذار، بالعكس أنا تحت شارة المدرب، المكان اللي يعني يضعني فيه الكابتن خالد أنا راضي فيه، وفي الأخير أنا لاعب محترف وعلي إن إذا أنزل الملعب أقدم اللي عليه.